इस इश्क में मर जावा। روهي انا بعرف ومتاكد انه هي انت، وانت هلا جايه عم تمثلي علي، ما فيكي تخدعيني ولا باي طريقه. بعرف كتير منيح مين بتكوني، واليوم كمان أنا رح شوف وشك الحقيقي. وقفوا مكانكن، ما في أي قوة بالعالم ممكن توقفني اليوم وتمنعني. شو هذا اللي حطيتيه بعيوني هلأ؟ ما حدا بيقرب مني إلا الناس اللي بسمح لهم بهالشي. وأنا ما بسمح أبداً غير للناس يلي بحبهم يضلوا معي، مو بس هيك بقدر كمان بعدهم عني وقت اللي أنا بدي. خبريني مين أنتي؟ وليش ما بدك شوف وشك وعم تخبي عني؟ جاوبيني. أروهي، شو ناوية تعمل هاي؟ مبارح طلعت لبرا فترة منيحة وبعدها رجعت فجأة. وهي ما عم ترد علي. معقول صاير شي مشكلة مع أروهي؟ اليوم ما رح أقبل أتركك تروحي من هون لحتى أقدر شوف وشك منيح، عم تفهمي؟ أنا شوي تاني ورح أقدر شوف وشك، بس لحتى يخف إحساس الحرق اللي بعيوني رح أعرف مين بتكوني. المادة اللي رشيتها هلأ بتخليه ما رح يقدر يشوف لثلاث دقايق، ولحد هلأ مر الدقيقتين. أنا لازم أعمل شي بسرعة. وين راحت هي؟ لوين راحت البنت؟ أكيد هي ما راح تكون بعدت. ما نبريت عنده نفس النظارات تماماً. عادي كتير يكون في شخصين عنده نفس إطار النظارات، بس ليش كل هالصدف ما عم تصير غير مع ما نبريت مو مع حدا تاني؟ لما قربت ليلى مني ولمستني أنا بوقتها حسيت تماماً بنفس الإحساس اللي إجاني من لمسة مانبريت إلي، وأنا متأكد من هالشي. لا، نظاراتي، أنا طلعت بسرعة ونسيت نظاراتي، شو بدي أعمل؟ ديب عم يتصل. معقولة يكون ديب شك فيني؟ ألو، مرحبا أستاذ. أنت وينك بهالوقت؟ يعني أنا وين ممكن كون هلأ؟ أنا قاعدة بقصر فاسندارا بالوقت الحالي، وبتلاقيني هنيك. ماشي، أنا رح أوصل بعد ربع ساعة، بدي أحكي معك موضوع ضروري.
طيب ماشي. ما عم لاقي أي تاكسي، أنا شو لازم أعمل؟ ما لازم إياس، لازم أوصل على البيت قبل ما يوصل ديب لهنيك بأي تمن. ضروري الدولاب يخرب هلا. ديب بلش يشك فيني، أنا كيف رح أوصل على البيت خلال ربع ساعة؟ بترجاك فيك توصلني لقدام شوي؟ بترجاك توصلني يلا بسرعة. ما نبريت أو ليلى مو مهم، ما حد بيقدر يخدعني ولا بأي شكل. اليوم رح اكتشف الحقيقة وأعرف القصة كلها. ديب، ديب، عن جد مثل ما توقعت انت مانك موجود هون. لوين بتضل تروح بلا ما تقلني؟ انا فكرت انه رح يصير ديب إلي لحالي بعد ما ماتت اروهي، ورح نقضي وقتنا سوا ونعيش حياتنا مبسوطين. بس بالوقت الحالي الوضع كله اختلف. من وقت ما ماتت اروهي لهلأ صار ديب عم يضل يهرب مني كل الوقت. أنا شو لازم أعمل؟ لو كان أخي فراد جنبي اليوم ما كنت حسيت حالي وحيدة، لهيك بدي أشرب مشان أنسى. أنا مصدوم صدمة عمري وعم حاول أنسى همي، وأنت عم تشربي هون بالبيت. شوفي مدام، ليش انصدمتي وقت شفتيني؟ تخيلي لو كانت حماتك مكاني وهي داخلة لهون وشافت كنتها الحبابة والمحترمة بهالمنظر اللي انتي فيه هلأ قاعدة عم تشربي هيك، أكيد كانت رح تنجلت. وإذا أنا هلأ كسرت قنينة المشروب اللي بإيدي على راسك بعد الكلام اللي قلت لي إياه، بتعرف شو اللي رح يصير فيك؟ شو بيصير؟ بينكسر راسي؟ وقتها بيعملوا تحقيق وبيمسكوكي. أنت ما بتعرفني أبداً. لو أنت كنت عن جد بتعرف شو عواقب اللعبة مع حدا مثلي وشو هي ردة فعلي على هيك تصرفات كنت بتهرب من هون. أنت ما بتعرفيني منيح أبداً. ما في أي حدا بكل هالعالم ممكن يخوفني، لهيك تهديداتك ما بتنفع معي. وأصلاً لازم تكوني مبسوطة هلأ وتتشكريني كمان، لأنه في كتير أسرار عنك ما حدا بيعرفها غيري أنا، وأنا لسه ما خبرت أي حدا. أنا بهذا الوقت كنت عم أعمل جولة بهذا البيت مشان قصة الحماية. بالحقيقة الناس اللي عايشين هون بالبيت لازم يكونوا حذرين بشكل كتير كبير من الأخطار اللي رح تجي. تأخر الوقت يا مدام ولازم تنامي كمان. بنصحك تخبي الأنينة. انت كيف؟ تصبح يا خير. انت واحد
من وقت ما هربت ماوسي منا ولحد هلا والاستاذ ديب كتير معصب علينا وعم يحاسبنا على اصغر تصرف، بس هالمره نحن ما لازم نخليه يشتكي من شغلنا ابدا، لانه اذا شفنا حدا او شكينا باي حركه او صار اي شيء معنا رح نقوص فورا. شو هالصوت اللي طلع؟ ما في حدا هون ابدا. معناها من وين اجى هالصوت؟ آسفة أبي مانو، شو عم تعمل أنت؟ قلي ما صار أي شيء، أنا فيني أمشي. أنت منيحة؟ كيف انصبتي؟ لا ولا شيء، ما فيني شيء أبي مانو، عادي ما في شيء أبداً، ما صار شيء خطير. أنت حتى ما عم فيك تمشي، فرجيني. أبي مانو أنا خليني أشوف. أبي مانو أنت عم تتوتر بلا سبب على الفاضي. كيف ما بدي أتوتر وقت بشوف كل هالمشاكل اللي عم توقعي فيها؟ الظاهر إجرك انلويت، ورجيني. ليك خلص خليني أنا أعمله. أنا بتصرف. ما خبرتيني كيف انصبتي هيك؟ حاولت اتصل فيكي كذا مرة بس الخط ما كان عم يعلق، بعدين انت طفيتي تليفونك. أروهي انت شو عم تفكري؟ ولا شيء ابدا. انا صح خبرتك بكل اسراري من قبل، بس ما بقى اقدر اقول لك ابدا انا شو عم بعمل حاليا. انا بعرف إنه تمثيليات ليلى اللي عملتها ومشاويري على المقهى والرقص يمكن يوقعوني بمشكلة كبيرة، وإذا أنت عرفت عن هذا الشيء كله وقتها أكيد رح تحاول تدافع عني بأي تمام. أنت عملت كتير شغلات كرمالي لحد هلأ، أنا نسيت إنه هاي المعركة بتكون معركتي لحالي، وما بقدر خليك تتعرض لهيك خطر شو ما كان الوضع. بشو عم تفكري؟ أنا سألتك سؤال، وين كنتي؟ وكيف انصبتي هيك؟ لا أنا أنت انصبتي بسبب ديب شي؟ لا 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 بلا، هالإصابة بسبب ديب مزبوط؟ أبصر شو طبيعة هالزلمة، وقت كنتي عايشة بهذا البيت وكنتي مرته كان يضربك ويأذيكي، ما تغير شي عليكي. هداك السيء ما بيعرف كيف لازم الزلمة يعامل مرته وما بيعرف شو الصح، وهلأ مع أنك عايشة ببيته على أنك غريبة لساته بنفس الطريقة عم يأذيكي. معك حق بهالشي أبي مانو، ديب خاني كتير وأذاني بشكل كتير كبير من قبل. هو ما أذى بس مرته، هو أذى أمه حرمها من ابنها قبل ما يولد. بس قلني من إنسان مثله شو لسه متوقع كمان؟ هو شخص ما احترمها لمرته، فكيف ممكن إنه يحترم حدا تاني؟ شو ممكن تعمل بنت مثل ما مبريت قدامه؟ بس وثاق بكلامي، وهالمرة عن جد أنا ما انصبت من ديب أبداً. صدقني صار معي حادث بسيط على الطريق، كنت عم بمشي وفجأة لوت رجلي، بس هيك هذا كل شيء صار. منبريت رجاءً افتحي الباب. منبريت عم قلك افتحي الباب. أنت ليش بتطولي كتير لتفتحي الباب كل ما بدق عليكي؟ منبريت وين نظاراتك؟ أنا ضيعت أغراض مامبريت اللي كان لازم ألبسهم على الحفلة، منيح اللي جايبة معي شغلات زيادة وإلا كان صار في مشكلة.
ما فيك تشوفهم؟ ليكن. ليش هيك ضميتني فجأة حتى بدون ما تقول ولا شيء؟ انت شو عم تعمل؟ ليش ضميتني بهالطريقة؟ وليش عم تعمل هيك؟ استاذ ديب خلص تركني. شو هذا اللي عم شوفه بعيوني؟ ديب بحياته ما كان يضمني بهالطريقة الحلوة أبداً، أما هلأ هو عم يضمها لهي البنت الغبية وكأنه بحبها من زمان كتير. خلص تركني ديب، بكفي. شو هذا اللي عم تعمله أنت؟ جنيت شي؟ شو اللي عم بيصير؟ أنت مو خجلان من حالك لأنك ضميت بنت تانية وبنص بيتك مع أنك رجال متجوز؟ شو هالسخافة اللي عم تعملها؟ مدام صدقيني أنا كنت عم قله نفس هذا الكلام من زمان، أنت رجال متجوز وما بيصير تضم مرة تانية غير مرتك أبداً، وهي التصرفات مو حلوة وما بتليق فيك. أستاذ ديب، صاير شي مشكلة بينك وبين مرتك لحتى عم تتصرف بهي الطريقة معي؟ منيح اللي إجيتي هلأ أمي. تعي معي، طلعي بعيونك على ابنك وشوفي شو كان جاي عم يعمل بهالوقت. هو ما بيخجل يضم مرة تانية مع أنه مرته موجودة جنبه، ورغم هيك ما احترم وجودي. برأيك هالتصرف مقبول؟ ديب، ابني شو هاد اللي عم اسمعه؟ أمي، هي تارة عم تكبر الموضوع بلا سبب. أنا شكيت بمانبريت كذا مرة وتصرفت معها بطريقة سيئة، وجيت لأنه كان بدي أشكرها على صبرها، ولهيك ضميتها بهالشكل. ما في سبب تاني. كان فيك تقلها شكراً بالكلام، بس يا ديب شو في داعي إنك تضمها هيك؟ أنت بحياتك ما استخدمت الضم منشان تتشكرني. تفارة، مثل ما قلت لك من شوي، اجيت بس لأنه كان بدي أشكر مانبريت. حسيت إني زعجتها كتير لأني شكيت فيها وهددتها بطريقة بشعة، وكانت رح تترك الشغل. إذا هي عن جد تركت الشغل وراحت، شو رح يصير؟ مين رح يعطي أمي الدواء بوقته؟ ومين رح يهتم فيها؟ مين بيعمل كل هاد؟ وأنا بصراحة كان بدي أشكرها بطريقة مناسبة تعبر عن امتناني، ولهيك ضميتها منشان تنسى كل الشغلات اللي صارت معها بهالبيت وما تتركنا. شو هالسخافة اللي عم يقولها ديب؟ فجأة صار بيحبني كتير؟ أنا متأكدة في سبب تاني ورا هالموضوع. سمعتي يا تارة؟ أنتي شكيتي بتصرف ابني بلا سبب. ابني ما ممكن يتصرف بطريقة غلط بهيك أمور، ودايماً في سبب مقنع ورا أي شيء بيعمله أو حتى بقوله. معك حق بحكيك أمي، أنا كيف ممكن أغلط بهالطريقة وشك بزوجي ديب؟ أنا بعرف كتير منيح إنه ديب إلي وبس، واثقة من هالشي، وهو كمان ما بحب أي حدا غيري، صح ديب؟ بس شو لازم أعمل؟ من لما اختفى فيرات وما عرفنا وينه، أنا ما عم بقدر أفهم شي. ديب، قدرت تعرف أي شي عن أخي فيرات لهلأ؟ أنت وصلك شي خبر من شركة التحقيق الخاصة بهالموضوع؟ ويا ترى هو وينه هلأ؟ يلا جاوبني. أنا رح خبركن مين الشخص المسؤول عن اللي صار. ماوسي؟ بعرف منيح كل هالشغلات اللي صارت بهذا البيت ومين الشخص المسؤول عنه. كيف فاتت ماوسي لهون؟ خزنة أمه لديف في علبة صغيرة، وهالعلبة كتير بتهمني، بقى بدي تجيبيها وتعطيني إياها، ووقتها رح خبرك السر اللي عم بحكي عنه، وأكيد رح تنصدمي كتير لما تعرفي فيه. أنا لسه ما عطيتها لماوسي العلبة اللي طلبت مني أخذ لها إياها، بلكي هي إجت بهذا الوقت مشان تكشف سري قدام الكل. يا قدير، شو لازم أعمل هلأ؟ أنا رح قلكن اسمه.
في شي عم بصير كل يوم بالبيت بسبب اللي مخبيينه هن أو غيرهم. قولي لي كم مرة طلبت منك تجيبي لي الصندوق من الخزنة بأسرع وقت ممكن وما عملتي اللي طلبته منك؟ هلأ صار لازم تواجهي النتيجة لوحدك. ماوسي إذا كنتي مصدقتيني أو لا، أنا عم تابع هالموضوع من اليوم اللي جيت فيه على هالبيت، خصوصاً بعد ما قابلتك. بس شو فيني ساوي إذا هالشي مستحيل؟ وعمتي خلت هدوك المفاتيح معها، بقى كيف بدي أخدهم منها؟ بالأول قولي لي شو في هذا الصندوق واللي عم يخليكي تعملي المستحيل لحتى تطلعي من الخزانة. بس اسكتي ما تحكي ولا كلمة. بوضعك هلأ أنا بس اللي بقدر وجه لك الأسئلة، مو أنتي. وكمان مسألة حياتك وموتك بإيدي وأنا بقرر شو بعمل فيكي. إذا بقرر بقله لديب حقيقة مين بتكوني، ساعتها هو رح يحطك بالنار وما رح يرحمك أبداً. هلأ أنت عم تهدديني أنك تخبري ديب؟ عن جد؟ لأنك إذا بتفكري تقربي على ديب ساعتها رح يحطك بالنار قبل ما يحطني. أروهي أنت لاعب ضعيف وحجمه صغير بهي اللعبة. تعرفي إذا بذكر قدامه كل جرائم القتل اللي صارت بهالبيت وبتهمك وبقله أنه أنت السبب بكل هالمصايب، ساعتها ديب رح يوثق فيه تماماً. على القليلة فكري صح ولو لمرة واحدة بس وحاولي توثقي فيني. عملت كل اللي بقدر عليه لأحصل على هالسر وطالع الصندوق من الخزانة لحتى أعطيك إياه، بس شو فيني أعمل؟ عمتي بتضلها دايرة بالها على المفاتيح وبتضلها رابطها مع خسرة، أعطيني شي طريقة لحتى أخذهم منها، مستحيل يصير هالشي. أروهي شو اسم هي الظاهرة اللي بتخلي كل الأشياء المستحيلة الحدوث تصير ممكنة؟ أنت لازم تعملي هالشي بنفس الطريقة اللي بتقدري فيها تخلي كل شي مستحيل يصير ممكن، ووقتها بتقدري تحصلي على مفاتيح الخزنة، وإلا أنا رح خبر ديب بحقيقة كل شي عم يصير بهالبيت. موسي بوافق على أنك شجاعة وأنت ما بتخافي أبداً لأنك قدرت توقفي قدامي هلأ. يلا قولي لنا مين بيكون؟ بنديا. بنديا هي ورا الحوادث اللي صارت بهالبيت، شافتني عم راقب تصرفاتها. بالأول هي هاجمتني بالسكين لتقتلني، والإسوارة اللي التقت قريب من المكان اللي انفقت فيه فيرات أكيد كانت إلها. المعنى واضح، بنديا هي اللي وراء اختفاء فيرات بهذا الشكل المفاجئ، بس ما قدرت أعرف هي تحت أوامر مين كانت عم تشتغل. بس بعرف مين ما كان فهو أكيد شخص خطير كتير. بنديا خانت هالعيلة ولازم تتحاسب على أفعالها السيئة، كمان هي المسؤولة عن موتها. ديب أنا أجيت لخبرك عن هالشغلات اللي كانت عم تعملها بنديا، بس خفت لما شفت جثتها لبنديا وهربت فورا، يمكن مشان أحمي حالي وأنقذ حياتي. تحت أوامر مين كانت عم تشتغل بنديا بهالبيت؟ مين بيكون هالشخص؟ صح ما خبرته هالمرة، بس هالشي ما رح يصير المرة الجاية. أروهي بتعرفي ما بقى معك وقت كتير، إذا بكرة الساعة 8 ما بتكوني أخذ المفاتيح وجايب الصندوق من الخزانة وحاططيه قدامي، الساعة 8 تماماً رح تنكشف حقيقتك قدام كل البيت. الخدم بهالبيت صاروا عم يخونوا ثقتنا ويتفقوا مع أشخاص غريبين ليخربوا حياتنا. حبيبي ديب انصدم صدمة كبيرة بعد سماعه لهالحقيقة، بس هلأ أنا رح روح وفرح له قلبه وأعمل مثل ما بتعمل المرة المثالية. ديب تارا شو صار لك؟ ديب يمكن لويت رجلي. مطلب لك الدكتور؟ لا لا ما في داعي للدكتور، بصير منيحة إذا رحت على غرفتي وتسطحت. ديب بدي روح على غرفتي. طيب تعالي. آه
ديب ماني قدرانة أمشي على رجلي، عم تجعني كتير. ما رح يكون فيك تمشي منيح. بس شو فيني أعمل؟ كنت عم بتطلع فيك وقعت لأنك كنت مبين متوتر. تارا ما في داعي تقلقي وتخافي علي، لهيك ارتاحي. لا أديب، أنت دائما بتتركني هون وبتروح. بتعرف أنك الشخص الوحيد بالعالم اللي بحبه من كل قلبي. أنا ما عندي أي حدا بهالبيت بيحاول يتقرب مني أو حدا يحبني. ما كان في غير أخي فيرات، وكمان هو تركني وما بعرف لوين راح. ديب أنا غيرت حالي كرمالك، وفيك تشوف هالشي. أنا عم بخدمها لأمك طول اليوم، وعم بعمل المستحيل مشان خليها مبسوطة. أنا عم بعمل كل شي ممكن تعمله لكنا المنيحة لحماتها. ديب عم بعمل كل شي كرمالك مشان ضل مبسوط مني وتحبني وما تخلي أي حدا يبعدك عني. ليكي تارا، هلأ لازم ترتاحي مشان رجلك وما تاكلي هم شي. كيف بدي ارتاح ديب؟ عندك أمك اللي بتحبك قاعدة معك، لهيك مطمن بالك. بس أنا مين عندي؟ صدقني ما عندي أي شخص غيرك ليحبني. أنا كتير سيئة لدرجة إنه ما في حدا يحبني. ديب ما بدي منك شي غير تحبني. أنا حاسة بالوحدة جوات قلبي، وكنت كل الوقت عم بتظاهر إني حدا مبسوط كتير قدام أمك، بس ما حدا بيعرف قديش أنا زعلانة من جوا. ديب أنا بحاجتك لتضل جنبي، بترجاك لا تتركني لحالي وتروح. بترجاك تارا، حاولي تفهمي هالشي. عندي شغل مهم لازم أعمله، بعدها أنا ديب أنا عم أطلب منك ترتاحي مشان رجلك. ديب مو معقول كيف نسيت بسرعة. كيف كنا اتنيناتنا سوا، وكيف كنا نحب بعض ونبقى سوا كل الوقت. ديب تتذكر أنا وأنت قديش كنا مبسوطين بوقتها؟ باب غرفة الدعاء مفتوح، معناها عمتي جوا. هذا هو الوقت المناسب، أنا لازم فوت لجوا. عمتي؟ عمتي مو بالغرفة. بس ليش تاركة باب الغرفة مفتوح؟ ما رح يكون عندي فرصة أحسن من هي. لازم أفتح الخزنة وطالع الصندوق منها، لأنه ماوسي هددتني وحاطة السيف فوق راسي. لازم أعمل هالشي، ما معي وقت كتير. لازم أخلص قبل ما يجي حدا. وين اختفى الصندوق؟ يعني لوين ممكن تكون أخذته؟ في جهاز إنذار بالليزر محطوط فوق الصندوق، إذا حاولت ألمس المنبه فوقه رح يرن فوراً. لهيك العمة تركت باب الغرفة مفتوح من دون ما تخاف. عمتي ذكية كتير. بس شو لازم أعمل هلأ لأفتحه؟ لازم لاقي حل بأي طريقة حتى أفتح القفل من دون ما يشتغل المنبه. وهلأ حياتي مرهونة بإيديها لموسي. ما معي وقت كتير غير لبكرة الساعة 8. इश्क में मर जावा तू जो कहे वो कर जावा इश्क में मर जावा तू जो कहे वो कर जावा जान दे दूँ
حاسة حالي عم بتضايق من هالشي اللي شفته. لا، أنا ما لازم أحمل بقلبي أي مشاعر تجاه هذا الشخص. هذا الشخص هو اللي أعطاني الخيانة بدل ما يعطيني الحب. ديب، معقول أنت ما عم تحس بشي؟ قلي ليش؟ تذكر الليالي اللي كنا نقضيها سوا مع بعضنا. ديب، أنا حبيبتك تارا، نفس تارا اللي كنت رح تجن كرمال تحصل على حبها. هي اللحظات ملكك، لقلنا لحالنا، بس غمض عيونك هالمرة. تذكر معي هداك الحب اللي كان عم يملي ليالينا والليالي اللي قضيناها مع بعض. ما بدي استرجع اي شيء، لازم روح لانه عندي شغل. يا ترى شو اللي صاير له لحبيبي ديب؟ انا مثل المجنونه بحبه، بس هو ما عم يفهمني وحتى ما عم يبادلني المشاعر. ما عم بفهم من وين جايبه ديب. معناها هذا هو السبب. أكيد هذا السبب اللي مخليه لحبيبي ديب يبعد عني ويروح ويتركني لحالي بالبيت. مبين كأنه في رقاصة. شو ديب؟ بالأول خليتها لأروهي تدخل بيننا، وهلأ مين؟ أكيد رقاصة. شو أروهي؟ مالك عبعضك؟ صاير معك شي؟ لا أبي مانو، ما في أي شي. أنا كنت مشوشة شوي، لازم خبرك شي مهم كتير عن الصندوق. المشكلة رح تكون تطليع الرزمة من الصندوق وبنفس الوقت ما يشتغل جهاز الإنذار مشان ما ننفضح. رح يكون صعب كتير علي، لأنه ما ضل وقت كتير وماوسي حاطة السيف فوق راسي. إذا ما عطيت الرزمة الساعة 8 الصبح رح تقله لديب عن حقيقتي، وساعتها شو رح أعمل؟ لا تخافي، أنا عندي خطة. أنتي؟ شو عم تعملي هون؟ أنا معالجتك الفيزيائية، بس أنتي عم تقضي كل وقتك بالتأمل بهي الغرفة وما عم تتركي لي وقت لساعدك وكمل لك علاجك. هلأ أنتي بحاجة لتتنفسي برا هوا نظيف. أنا بحس بالأمان النفسي بهالغرفة. ايه كتير منيح، معك حق، الأمان كتير ضروري. أكيد الأمان النفسي كتير ضروري لأي شخص، لهيك عمتي خلينا نعمل شغلة. رح قلك هلأ على شوية تمارين رياضية، وهي التمارين تقدري تعمليها وانتي قاعدة هون بالغرفة، ورح تحسي بعدها برياحة كبيرة برقبتك وبكتفك، وكمان رح تحسي بالأمان النفسي وجسمك رح يتحسن. هيك عمتي بنكون حافظنا على صحة جسمك بالمكان اللي انتي بترتاحي فيه وبتحسي بالأمان. ماشي عمتي؟ بس شوفي منبريت، هلأ أنا منيحة، مو محتاجة التمارين اللي قلتي عليها، رح أعملهم بعدين. ليش مو ضروري تعمليهم عمتي؟ هلأ أنا مثل بنتك صح؟ يمكن ما في عندك أي مشكلة هلأ، بس بالمستقبل ممكن تصير معك مشكلة بسبب مرضك، وساعتها مين اللي رح يتحمل المسؤولية؟ أنا اللي رح أتحملها صح عمتي؟ ضروري تعمليها تمارين رياضية ورح نخلي صحتك ممتازة وترجعي طيب مثل الصبية الصغيرة. ما بدك من بريت. شو لازم أعمل؟ شكر للقدير إنك وافقتي عمتي، هاي أخبار منيحة. يلا عمتي تعالي لهون، تعالي لهون، عنا تمرين كارينج. تعالي لهون لنتدرب. ماشي لهون؟ لا 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 عمتي، هون هون تعالي، لازمنا مسافة كبيرة. ماشي هون هون، تعالي لهون ووقفي. برافو، تمام وقفي هون وأنا رح وقف هون. انتبهي علي منيح شو رح أعمل وحاولي تعملي مثلي تماما. شو هذا الصوت اللي عم يطلع عندي؟ شو هالصوت؟ لك كيف اشتغل الانذار؟ ما بعرف شو اللي صار، ما دخلني باي شيء، كنت عم خلي عمتي تعمل تمارين رياضيه، كنت عم بعمل هيك وقعت لورا دعست هون، وساعتها اشتغل هذا الجهاز، شو بعرفني؟
أبي مانو على شو عم تتفرج؟ لو سمحت طفي هذا الصوت. بس مدام هذا نوع خاص من الإنذارات لهيك ما رح أقدر أطفيه بسهولة. هذا الإنذار موصول بأمن البيت الرئيسي، بس نطفي الدار الرئيسية رح ينطفى، وبدي نص ساعة على أحسن أطفيه. اعمل اللي بدك تعمله بس بسرعة طفيه. أروهي بتعرفي منيح إنه معك وقت لبكرة الصبح الساعة 8. برافو أروهي، عرفتي تلعبي لعبة منيحة. عرفت من قبل إذا في أي حدا رح يقدر يعمل هالشي فهو أكيد أنتي. هالورقة فاضية، مين عم يمزح هالمزحة؟ يا ترى مين ممكن يكون هالشخص اللي رمى الحجر؟ الطمع شي بشع وممكن يسبب خطر على حياتك. مين بيكون كتب هالشي؟ مين الشخص اللي عم يخوفني؟ لا تخافي عمتي، هلأ الدارة الرئيسية انطفت لحتى نقدر نطفي الإنذار. رجال الأمن عم يشتغلوا وبهذا الوقت رح أكون معك. شكراً كتير. نسيت إلك أبي مانيو إنك بتدق على الطبل كتير منيح. خبرني، بتعرف تدق بس على الطبل ولا بتقدر تعزف آلات موسيقية تانية؟ خبرني، أنا كتير بحب الموسيقى. عمتي أنا بعمل كتير أشياء لسلي حالي، أحياناً بكون جاي عبالي دقات الطبل، بس أحياناً تانية بكون مزعوج كتير فبعزف على الفلوت. بدك تسمعي؟ إيه أكيد. سواني. صعب كتير اقدر اجيب المفتاح من عمتي، بس الشاكوش رح يشوف شغله. الصندوق، الصندوق اختفى مرة تانية. مين رح يكون اخذ الصندوق من هون؟ عمتي ما فيها تعمل هيك شيء. برافو عليك، عزفك حلو. شكرا. شو لازم اعمل؟ الصندوق مو هون. ماوسي هددتني تخبر ديب، ما بعرف شو رح يصير بكره. المهمه خلصت، اجهزت الانذار جاهزه. شكرا، جايين. تفضلي. يلا. ديب، شو صار؟ ديب ماوسي خبرتني اجي على الصالة الساعة 8 لأنه في شي مهم، بس أنا دورت عليها بكل مكان وما لقيتها. اللي شفتها لماوسي أو هي قالت لك أي شي؟ لا، ماوسي ما خبرتني أي شي، كمان ما بعرف وينها. Come on.
لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.